كان في استياء النهارده في نادي الزمالك، لان كان مفترض الكابتن سمير زاهر النهارده هيوقع شيك لنادي الزمالك بمبلغ 1,650,000 جنيه من مستحقاته في البث الفضائي، ولكن سافر الى زيورخ في سويسرا الاتحاد الدولي، ولكن هذا الامر سيتم بمشيئه الرحمن يوم الخميس او السبت على اقصى تقدير. هم كان عندهم عشم ان هم يدفعوا مقدم تعاقد احمد سمير، بالاضافه من انتهاء من تجديد عقود محمود فتح الله وهاني سعيد مدافعه الفريق. اكيد عندكم حق 100%. كمان الدكتور اشرف صبحي رئيس لجنه التسويق والاستثمار بنادي الزمالك وعد بحل مشكله احمد سمير بالنسبه للموضوع المالي ده حتى لو ما جاتش الفلوس من اتحاد الكره النهارده. خبر اتمناه يكون خبر صحيح، انه المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك اكد على ترحيب ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق بدعم النادي ماديا في ظل الأزمة المالية التي يعانيها النادي حاليا. أشار جلال إبراهيم إلى أن جلسة جمعت اليوم بين الأستاذ صبري أبو علم وأحمد رفعت عضو مجلس إدارة السابقين وعلاء مقلد المدير التنفيذي للنادي وبين ممدوح عباس رئيس النادي لحث الأخير على تقديم المساعدة المادية لإدارة القلعة البيضاء. أكد رئيس الزمالك الحالي أن ممدوح عباس طلب خلال الجلسة مهلة يومين لترتيب أوضاعه المالية ومن ثم عقد جلسة ثانية لبحث سبل تدعيم النادي. كما نفى جلال إبراهيم أن يكون إبعاد أحمد رفعت عن مجلس إدارة الزمالك سببه أي خلافات بينه وبين أعضاء مجلس إدارة حاليًا، طبعًا لأ. وقال رئيس الزمالك أن رفعت حضر الجلسة كممثل عن نادي الزمالك، خاصة أنه نسق لتلك الجلسة مع ممدوح عباس. يعني نتمنى هذا الأمر بالفعل، وهنتابع في خلال يومين زي ما الخبر بيقول، ونبقى نتابع مع المستشار جلال ابراهيم هل بالفعل هيتم هذا الدعم وما شكله وحجمه. تبقى حاجه عظيمه جدا 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 من ابناء نادي الزمالك سواء هو على الكرسي او على غير الكرسي. هذه اخلاقيات الكبار، وقطعا الاستاذ ممدوح عباس قطعا من الكبار. بالمناسبه برضو فيما يتعلق بالملاعب، لانه في ملاعب شفناها في الدوري فاضيه، وفي ملاعب الاقاليم بالذات مليانه. فالحقيقه كان بيتصل بيا كابتن محمد فؤاد، ده كابتن كبير كوره قديم وهو موجود حاليا وبيدرب في دوله الامارات العربيه الشقيقه، من ضمن الناس الاشقاء الاعزاء اللي بيكلموني من الامارات كتير يعني. فقال لي ان نادي الوصل الاماراتي عمل فكره عبقريه، ما كانش بيحضر له جمهور، نادي الوصل عنده جمهور كبير المفروض، لكن وجود بقى القنوات الكثيره والعديده بقى كل واحد قاعد في البيت ينقل بقى ده وده وده ويتفرج ويتمتع في بيته، بقت ألذ شويه من الملعب. فنادي الوصل عمل ايه؟ وبالتالي تحول نادي النصر او الوصل الاماراتي من مدرجات خاويه تماما الى مدرجات ما فيهاش رجل فاضي، يعني تحجز التذكره بالعافيه وتبقى في السوق السود. عمل فكره جميله جدا، انا باهديها وباهديها لشركات راعيه، مش للانديه بس، لشركات راعيه. هناك عملوا جايزة 1,000,000، هم العملة عندهم ايه يا جماعة في الامارات؟ درهم ولا ايه؟ درهم، 1,000,000 درهم، الدرهم حوالي افتكر جنيه او جنيه ونص مصري، جنيه ونص، يعني حوالي 1,500,000 مليون جنيه مصري في المباراة الواحدة. دي ايه المليون ونص اللي هي 1,000,000 درهم يعني في الامارات نادي الوسط عملها؟ قال لك هنعمل يا جماعة هنختار 20 اسم تذكرة بولة. بولة. يعني انت داخل بتذكره، تذكره رقمها 3، معايا 20,000 تذكره. جيت سحبنا، هناخد بقى 20 اسم، ها؟ سحبنا 2006، 2006 مين؟ ده محمد نصر، اتفضل. 2012 ده عمرو مخلوف، اتفضل، وهكذا. ولمينا ال 20 واحد نزلوا في الملعب قبل المباراه، هم بيعملوا كده هناك حاليا، والقصه دي قادلها 3 شهور تقريبا، ونادي الوصل دلوقتي فل، يعني ما فيش رجل في الملعب، بعد ما كان المدرجات بتكلم بعضيها من كتر ما هي خاويه. وبيجيبوهم في دايره السنتر بالترتيب، بالترتيب اللي نادوه، 1 1 2 3 4 لغايه 20، ويحطوا كوره في دايره السنتر، ويجي اللي عليه الدور نمره 1 يخش الاول، يسدد كوره، له كوره واحده بس برجله، لو ضربت في القائم اليمين او القائم الشمال او العارضه، مبروك عليك ال1,000,000 درهم. وعلى فكره لو واحد بيقلش زي احمد عويس عندنا مثلا، ممكن يدي تذكرته لواحد تاني،
يعني النهارده انا في تذكرتي في جيبي وانا مانيش متمكن قوي من الحكايه، ومعايا واحد صديقي انا عارف انه لعيب كوره زياده شويه، هديله التذكره ينزل هو اللي يلعب، وبعدين انا اقسم معاه بقى براحتنا، دي مش قضيتنا. ال 20 واحد ورا بعض كل واحد عنده فرصه واحده، اللي يجي ويلمس العرض القائم اليمين او الشمال او العارضه مبروك عليه، والباقي خلاص اوت. يعني لو اول واحد جابها 19 هارد لك، نستمر لغايه رقم 20 ولا حد جابها يبقى هارد لك خلاص، يبقى النهارده مفيش جايزه. فكره. تصور انت بقى بتشتري تذكره ب 10 درهم مثلا، عندك فرصه تروح بمليون درهم. فبقى ضرب نار على تذاكر الوصل الامارات. انا بقول الفكره دي للشركات الراعيه، شركات الراعيه اللي عايزه تعمل جو وتتفق مع التلفزيون المصري وتدي له جزء، انه ينقلها قبل المباراه ب 10، القصه دي تخش 10 دقائق، انه ينقل الهواء قبل 10 دقائق، واحنا اول قناه هنهتم ان احنا ننقلها، ان تبقى فقره فاني وجميله جدا جدا. شركه بس اتصالات، مش عارف ايه، المصريه للاتصالات، اي شركه ومستعده ان هي تعمل القصه دي كنوع من انواع الدعايه كل اسبوع، وممكن تتناولها اربع خمس شركات كل اسبوع شركه مره مثلا يعني، بالاتفاق مع النادي ويعملوا القصه دي. هتشوفوا الملعب، انا بقول لحضراتكم هم لو اتعملت في استاد القاهره، انا بشتري تذكره ب 30 جنيه ولا ب 20 جنيه ممكن اروح بيتنا بمليون جنيه، وبياخدها في ساعات المليون درهم في ساعتها بتتفتح في المقصوره، الشنطه بتتفتح، المليون درهم اهم يا اخوانا، اهم اتفضل اقفل شنطتك بألف سلام. فكره وقدمناها اهو. دكتور اشرف صبحي، مساء الانوار يا دكتور. مساء الخير دكتور، اللي هو زي حضرتك يا رب. بس سمعت جزء من كلام حضرتك واتبسطت جدا ان سمعته، يعني حاجات تسويقيه وافكار تسويقيه عشناها ايه. بنتعلم منك يا دكتور التسويق. لا عفوا، لا والله بنتعلم منك التسويق. لا حاجه جميله والله، فكره جميله يعني. الله ربنا يخليك. قول لي، طبعا انا كان معايا الدكتور سالم سالم، وكنا بنتكلم على الجلسه اللي جمعتك معاه ومع عماد محمد، وهناك جلسه اخرى يوم الخميس، وقال لنا ان انت بشكل مبدئي طلبت مليون دولار بشكل مبدئي قابل للتفاوض مقابل الاستغناء عن اللاعب عماد محمد. لو حابب تعلق كل اذان صغير. لا هو بس من البدايه، هو انا ما بطلبش، هو في تنفيذ لقرارات مجلس الاداره. وفي يعني وكلنا يعني من مجلس الاداره ان اقعد ونتكلم مع الكابتن عماد بما يضمن حقوق النادي بما يضمن اتجاهات مجلس اداره الاتحاد، خاصه هو عنده المفروض تصفيات قريبه للخليجي 20 وفي تجمعات منتخب الفترات اللي جايه. تمام. بس لسه الحديث ما انتهاش، لسه في اكمال يعني ان شاء الله يوم الخميس، وفي عرض على مجلس اداره، لان وارد جدا يتمسك الزمالك بحقه ويفضل اللاعب يكمل عقده، يعني ده بس مجرد ان هو كان بدايه تجالس يعني. كويس، يعني هو بدايه حوار، ولكن اذا لم يتم الاتفاق على القيمه الماليه اللاعب باقي. هو اصلا ده يعني هو لاعب عقده ساري مع نادي الزمالك. سنتين موجود بالظبط كده، بالظبط يا فندم، يعني ولسه الامور يعني بدري شويه يعني، هو عموما كل التفاوض موجود بما يحقق مصلحه الزمالك. ممتاز. انت راجع من اجتماع المقاوية يا دكتور؟ والله طيب عندك جديد تحب تقوله لنا؟ لا احنا لسه في اجراءات تنفيذيه، بس هو الجديد طبعا ان احنا في دلوقتي بقاله تقريبا اسبوع كراسه مزايده المئويه بتباع بمقر الاداره الماليه لنادي الزمالك، وفي بعض الشركات بدات ان هي فعلا تشتري، هي ثمنها 1000 جنيه. فتح المظاريف او الاظرف الخاصه بالكراسه هيكون 10 نوفمبر القادم، فدي طبعا دعوه للشركات المهتمه بصفه خاصه ان هي كراسه مدروسه بشكل جيد فنيا، هي قابله للتجزئه وقابله ان الرعايه تكون شامله. في بعض الانشطه مجزاه وفي بعض الانشطه كامله، وعلى فكره فيها مجموعه من الحفلات ومجموعه اخرى رياضيه، وده طبعا موجود في كراسه الشروط. لكن في طبعا اللجنه التنفيذيه برئاسه الدكتور احمد شاهين فوزي والاستاذ ماهر عبد العزيز، وبنعمل اجتماعات مع اللجان الفرعيه وبنحدد بعض المشاريع المرتبطه بالكراسه او خارج الكراسه. ممتاز ممتاز. بالتوفيق ان شاء الله يا دكتور، بالتوفيق ان شاء الله. متشكرين يا فندم. اشكرك، شكرا جزيلا.